بفكر الآخرين وبعلم الآخرين وتعلمتم ما لم يتعلمه الذين ينقدونني الآن ويقسون على سيرتي وأنا تصدقت بعرضي عليهم فليقولوا ما يشاءون. ربنا يحفظكم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمسألة دعوية أساسا. أيوة. وأنا أيوة. أدافع أيوة. عن كتاب الله وعن أنا لي كتاب اسمه تاريخ القرآن الآن طبع 35 طبعة ويدرس مقررا على كثير من الكليات في الدعوة وفي معهد الدراسات الإسلامية وإلى آخره. الحمد لله أنا الوحيد الذي كتب في القراءات القرآنية وأدخلتها في مجال دراسات التخصص الأكاديمية على مستوى الماجستير والدكتوراه. أنا أول من كتب عن القراءات القرآنية في مستوى القراءات ومستوى الدراسات الأكاديمية. هل يمكن أن أتهم في عقيدتي أو أنني أفرط في هذه العقيدة؟ إنني أفتديها بحياتي. ربنا يحفظكم يا أستاذنا. إنني أفتديها بحياتي. ربنا يحفظكم يا أستاذنا. سؤال أخير يا أستاذنا عن رأي فضيلتك في حواء، خلق حواء. نعم. من ضلع آدم، من تراب. حضرتك تعرضت في الكتاب لهذه النقطة ولا أنا كده خرجت؟ لا شك أنني أيوة قرأت بحثا نعم نشر أن هذه القضية متداولة في بعض الأساطير والحكايات في وسط آسيا. أيوة يا أستاذ. في وسط آسيا وأنها وجدت في كتب العهد القديم يعني موجودة في العهد القديم ويصفون آدم بأنه جلس فنام ونعس وأصابه النعاس ثم فتح عينيه بص لها قدامه عروسة حلوة جميلة ودي بتاعتك انت وبتاع وكلام زي ذا. كل هذه أساطير ولدت أساطير وشاعت حكايات ثم أصبح كثيرون يتبنونها على أنها منطلق عقائدي. أيهما أكثر منطقية؟ أن يكون آدم وحواء مخلوقين بسنة الله وبالقاعدة الخلقية من سلالة البشر كما قال القرآن خلق الإنسان من سلالة من طين من سلالة من طين ثم جعل نسله سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. أيهما أكثر منطقية؟ أم يقال إن آدم خلق بمساحة 420 متر أو ذراع مربعة ثم أصبح يتصاغر ويتصاغر ويتصاغر؟ أي كلام هذا؟ وأن خرجت من ضلعه مع أن عدد الأضلاع متساوي بين الرجل والمرأة ويقر بهذا علماء التشريع. فتح الله لك. فأنا قلت هذا تساوقا مع المنطق. أنا لا أفسر الغيب ولا أزعم أني أعلم الغيب ولا أفرض رأيي على أنني وصلت إلى الحقيقة وإنما أنا أفرض شيئا من احتمال الحدوث على هذا النحو. لكن في النهاية الله أعلم. الله يبارك الله. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله عنا خير الجزاء دكتور عبد الصبور. دكتور محمد هداية في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر لكم حضوركم وأشكر لحضرتك خاصة أنك منحتنا في شاشة دريم هذه الفرصة العظيمة تشريف أستاذ الأساتذة الدكتور عبد الصبور شاهين. وأشكر الدكتور محمد المسير على مداخلته الجميلة معنا ونتمنى وجوده معنا إن شاء الله في بسائر الحلقات طريق الهداية. مشاهدينا الكرام نشكر لكم حسن متابعتكم لنا ونذكر حضراتكم بأن في إمكانكم الاستماع لحلقات طريق الهداية مسموعة على موقع قناة دريم على الانترنت على www.dreams.tv وكذلك يمكنكم قراءتها بعدد مختلف من اللغات. لم يتم نشر اللغات المختلفة اللي بنترجمها حاليا ولكنها موجودة بالعربية على www.islamiyat.com. شكرا لكم ولحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.